السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا عارفة ان انتوا حرانين جدا زي ما انا حرانة. الجو النهاردة جامد جدا، حر جدا. فانا النهاردة جاية اشارككم فكرة جميلة هتخليكي ما تحسيش بالحر خالص وبأقل التكاليف. بإزازة بسيطة كده، إزازة بيبسي أو إزازة أي حاجة، هنعلم عليها العلامات دي زي ما انتوا شايفين كده. أنا ليه مش باينة في الكاميرا؟ زي ما احنا شايفين اهو، انا علمت عليها ثلاث فتحات بالشكل ده. هعمل ثلاث فتحات زي ما انتوا شايفين كده، انا عايزة اعمل ثلاث فتحات في الجزء اللي فوق ده. اما الجزء اللي تحت خالص ده انا هسيبه مقفول، مش عايزة اعمل فيه اي فتحات، وهقول لكم دلوقتي انا هعمل فيه ايه. بس خليكم معانا لاخر الفيديو، ما تنسوش بقى لايك كتير وشير، خلي الناس كلها تستفيد و يعني ما تحسش بالحر الجامد ده. هناخد ثواب فيهم ان شاء الله. وطبعا انتوا عارفين الكهرباء طبعا غالية، فاحنا عايزين نوفر في الكهرباء، وكمان الناس اللي ما عندهاش تكييف، فاحنا جايبين الفكرة دي علشان الناس اللي ما عندهمش تكييف وعايزين يوفروا. بنفتح الإزازة بالشكل ده من فوق، الفتحة كده بس مش هفتحها للآخر زي ما احنا شايفين مع بعض كده. انا كمان فتحت الفتحات. بتعمليها بسكينة قديمة كده عندك تفتحيها، لان يعني القطر ممكن يعورك وكده، فده بيكون اسهل. وكمان هفتحها فتحتين علشان اثبت الازازة بيها. والجزء اللي تحت اللي هو اللي تحت خالص ده مش عايزة فيه اي فتحة، وهقول لكم ليه دلوقتي. تاني حاجة بقى، انا بجيب المروحة بالشكل ده، انا فكيت المروحة من قدام علشان اعرف اثبت الازازة بالشكل ده. بتجيبي بقى اي شريط عندك او اي سلك او اي حاجة بتثبتي فيه بيه الازازة في المروحة من ورا زي ما احنا شايفين كده. هنثبت الازازة في المروحة من ورا. طبعا في الحر الشديد ده يستحب ان احنا نقول لا اله الا الله ما اشد حر هذا اليوم، اللهم اجرني من حر جهنم. فيقول الله عز وجل لجهنم: ان عبدا من عبادي استجارني منك واني اشهدك اني قد اجرته. فالحمد لله ان احنا هناخد ثواب على اليوم ده، وعلشان ناخد ثواب يا ريت نقول اللهم اجرني من حر جهنم. ربنا يجرنا من جهنم جميعا ان شاء الله. انا بحاول اثبت الخيط اللي عندي او الحاجة اللي انا هعمل بيها او الشريط اللي عندي، هثبته وهرجع لكم تاني، لان انا يعني عايزة حاجة اشد بيها. في الناحية التانية زي ما احنا شايفين كده بثبتها بقى، هثبتها بقى في المروحة من ورا زي ما انتوا شايفين كده. عملت ثلاث فتحات ودخلت الخيط، هثبت بقى الخيط ده او الشريطة دي في المروحة بالشكل ده، وهثبت طبعا الجزئين اللي هم الازازتين اللي عندي. تاني حاجة بقى عايزة اقولها لكم، هنعمل قطع تلج علشان التلج يقعد اطول فترة ممكنة، ما يسحش بسرعة. هنحط عليه ملح، هنجيب مية وهنحط عليها حبة ملح حلوين كده، وهنعمل بقى مكعبات التلج اللي احنا شايفينها مع بعض دي. هندوب طبعا الملح كويس جدا، وبعدين بقى هنحط المية في القالب بتاع التلج زي ما احنا شايفين كده، وهنحطه في الفريزر. هنعمل مكعبات تلج. ده الملح ده بيحتفظ بالمية ما تسحش بسرعة، يعني التلج ما يسحش بسرعة. ودلوقتي بعد ما ثبتت الازايز بالشكل ده وتلجت المكعبات، هحط بقى المكعبات كده في من الفتحة اللي فوق دي بالشكل ده. هنحط كده حبة هنا وحبة هنا، مش عايزة المكعبات تعدي الفتحات علشان المية ما تخرجش للمروحة وتكهربنا. فعشان كده انا ما خرمتش البلاستيك من تحت، عملت الخروم بس من فوق، الفتحات دي عملتها من فوق بس. وطبعا لما المية بتسيح بنفتح الغطا ونحطها بالشكل ده، بنسيبها تصفي المية بتاعتها بالشكل ده، وعملنا احلى مروحة واحلى تكييف، يعني شبه التكييف الصحراوي، من غير فلوس ولا من غير اي حاجة جد، يعني من غير اي حاجة. يا رب الفكرة تكون عجبتكم. لو عجبتكم الفكرة ما تنسوش بقى لايك وشير وسبسكرايب للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.